السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين محمد عراقي في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات. النهاردة جايين هنتكلم مع بعض في موضوع مهم جدا جدا، ألا وهو مغسلة أموات في السعودية. بتحكي لينا قصة أغرب من الخيال، اسمها تغريد بخاري، ربنا يجازيها كل خير. فالنهارده جاي لنا بتحكي لنا قصه غريبه جدا جدا، وسمعتها وعجبتني ولفتت انتباهي. بايه القصه اللي هي بتحكيها الاستاذه تغريد او المغسله تغريد؟ بتحكي انها كانت بتغسل ست عجوز، بتقول لك العمر بتاعها ما بين ال 80 وال 90 وتعدي كمان ال 90. طب ايه اللي انت شفتيها يا استاذه تغريد؟ قالت لك انا شفت الايد المكرمشه والوش المكرمش والرجل اللي من كتر، طبعا حكم السن بيخلي الرجل بتبقى متنيه كده، لان الجسم ما بقاش مفروض، بيبقى علامه العجز بتظهر عليه. وللاسف الشديد ابتدت تحكي لنا القصه وهي بتغسل اللي غسلوا معاها، ايه الست دي معاها اولادها وبناتها، فابتدت تغسل حاجه زي كده، ولا اولادها وبناتها، اولادها واخواتها، اخواتها البنات معلش بعتذر طبعا. فطبعا بيغسلوا الام دي، فطبعا الاولاد بيغسلوا معاهم المغسله وبيساعدوها وكده. المهم الست راحت تجيب زي الكفن او تجيب الحاجه بعد ما ابتدت تغسل وكده، وابتدت تظبط كل حاجه. الشعر طبعا بتحكي ان الشعر الابيض برضو كثيف جدا، بتحكي ان الوش تجاعيد، الايد تجاعيد، الرجلين زي ما قلت لكم ضم على بعضيها كده، يعني ست عجوزه. راحت بتجيب زي الكفن، بتجيب حاجه كده، وسمعت صريخ البنات، يا بنات يا بنات تعالوا شوفوا امي، تعالوا شوفوا امي، تعالوا شوفوا امي. الست ده راحت رجعت تاني، في ايه في ايه؟ ما ينفعش حد يخش واحنا بنغسل، ما ينفعش. وقعدت تتكلم معاهم كده، طب ايه اللي حصل؟ قالت لك ابتدوا يبص، قالوا لها بص على امنا، فابتدوا يبص على الست العجوزه دي، ابتدى الكرمشه اختفت، ابتدى الشعر الاسود الابيض بقى اسود. ايه ده، معقوله؟ اه معقوله. طب وايه اللي حصل تاني؟ بقيت لك حتى الرجلين والايدين، الكرمشه بتاعت الايد راحت، الرجلين ابتدت تتفرد، يعني حتى بتمسك الرجلين كده وبتفرد الرجلين، لقيت الرجلين فردت معاها وبان الطول بتاع الست، وبتحكي كانها عمرها رجع للثلاثينات. فطبعا المغسله بتقول لك انا شعري شاب من اللي انا شايفاه، فسبحان الله. طب ايه اللي حصل في الموقف ده، وايه القصه اللي حصلت في الموضوع ده؟ اكيد ان الست دي في حاجه محدش عارفها، في سر ما بينها وما بين ربنا يوصلها للمرحله دي. فابتدت تتكلم مع اولادها، امكم كانت بتعمل ايه؟ ايه الحاجه اللي ما بين امكم وبين ربنا انه يحصل حاجه زي كده؟ ايه السر اللي ما بينها وما بين ربنا ان يخليها توصل من سن التسعين لتوصل لتلاتينات والوش يروح وجمال ربنا والنور يظهر على وشها؟ الست المغسلة بتقول لك الوش نفسه من كتر ما انا ببص لها فيه حسيت بدأت تغمض عيني من النور اللي طالع منها. وده حقيقي؟ اه حقيقي. ابتدت تتكلم مع الست، بتتكلم مع اولادها، ايه اللي امكم كانت مثلا بتعمله في موقف زي كده؟ ابتدوا يقولوا لها ان امنا كانت بتعطف على اليتامى، بس محدش يعرف مين هم اليتامى، ما كانتش بتحكي السر ده لحد، كانت بتدي للفقراء وبتساعد الفقراء والمساكين. طب مين هم الفقراء والمساكين؟ برضو ما كانتش حدش يعرف، لان ما كانتش بتقول، ده كان سر ما بينهم وما بين ربنا انها تعمل الصدقه وما تقولش. ودي حقيقه، كانت الست دايما بطبيعتها بتنفق بيمينها حتى لا تعلم شمالها ماذا انفقت يمينها، ودي حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام. فده بيدل ان فيه سر دايما ما بين العبد ورب، في سر دايما بيبقى موجود ما بين العبد ورب، والسر ده هو اللي بجد بيغير حاجات كتير في حياه البني ادم. حتى بعد ما ماتك ربنا بينور لك قبرك، بيظهر علامات ان انت من اهل الجنه حتى قبل ما تموت. انا واحد من الناس، مر عليا موقف زي كده، كنت واقف مع مغسل في تغسيل جدي، وجدي كان قبل ما يموت كان طلب مني ان انا اساعده وادخله الحمام عشان يتوضا، وبالفعل
اتوضأ وخرج، وهو خارج ابتدى تحصل له زي دوخه بتاع، يحصل له حاجه، المهم خلاص كان هيقع. رحت جريت عليه وسندته وقعدته على الكنبه. جدي توفاه الله، والله والله كنت عمال ابص له من جمال وشه، وشه كله ابيض وظهرت ابتسامه على وشه، لدرجه ان انا كنت بصحى ابويا وامي ان جدي كان في اليوم ده الوحيد اللي طلب انه يبات عندنا فيه. وصحيت ابويا وامي كان الفجريه، الحقوا الحقوا جدي وقع مني، بس معرفش فيه اللي حصل له، انا خفت يكون جراله حاجه. ابويا قام وشاف قال لي ان جدك توفاه الله والبقاء لله. اقول له يا ابويا ده في ابتسامه على وشه، جدي بيبتسم، بس هي دي حسن الخاتمه. وكتير مننا بيتمنى حسن الخاتمه، بس حسن الخاتمه ما بتجيش بالتمني، بتيجي بالاعمال. ازاي تعمل خير؟ جدي كان خادم مسجد، كان بيخدم في مسجد، ما كانش بيعمل مشاكل مع حد، ما كانش بيكره حد، ما كانش بيزعل من حد، ما كانش بيخاصم حد، كان دايما في خدمة ستي، كان هو اللي بيخدم ستي وهو اللي بيجري على ستي. ستي كانت مريضة وهو اللي كان بيخدمها، لكن توفاه الله قبلها. بس حسن الخاتمة مش أي حد بيجيلها، بالأعمال. دايما يكون في عمل خيري دايما ما بينك وما بين ربنا، دايما يكون في سر ما بينك وما بينك وما بين ربنا، ما تقولش عليه لحد، عشان ربنا يحسن خاتمتك. ودايما بندعي ان ربنا يحسن خاتمتنا جميعا يا رب العالمين. ده موضوع كنت حابب ان انا اتكلم معاكم فيه، لان لازم كلنا نسعى ان احنا نعمل اعمال خيريه، نصلي، نصوم، نزكي، نعمل كل عمل صالح في كل مكان الرسول امرنا بيه لازم يلقانا فيه، وكل شيء نهانا عنه لازم نبتعد عنه، لان ده هيوصلك لحسن الخاتمه. كنت افتكر بعض الجنود ايام حرب روسيا والشيشان كانوا بيذيعوا بعض الفيديوهات لجنود الشيشان لما كانت بتحارب، او المجاهدين الشيشان لما كانوا بيحاربوا روسيا. كان الجنود تموت هناك، كان الناس الكبيره والعواجيز وكله كان بيحارب وبيجاهد في سبيل الله، كان ما بيموتوا يبان عليهم ابتسامه، تحس ان هم فرحانين بلقاء ربنا. وفي ناس تانية ربنا يعافينا ويعافيكم وربنا يحسن خاتمتنا، بيبقى حالتهم كان اللي بيموت ده بيسود وشه، الوجه بتاعه بيسود. ليه؟ بيبقى خايف من لقاء ربنا، وفي نفس الوقت ما بيبقاش حابب لقاء ربنا، وربنا ما بيحبش لقاءه. لكن اللي بيحب دايما لقاء ربنا، ربنا بيظهر الابتسامه لانه بيرى الجنه قدام عينيه. ده موضوع كنت حابب ان انا اتكلم معاكم فيه، عشان موضوع مهم جدا جدا. وما تنسونوش باللايك والشير والاشتراك في القناه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.